تحياتي مشاهدينا الكرام، مشاهدين ومتابعين هاشتاك 23. بهالحلقة حلقة مميزة بالنسبة لي وبالنسبة لكم هم، لأول مرة الحلقة راح نقدمها باللغة العربية. متواجدة ويانا نجمة لبنانية بأربيل حاليا لتأسيس حفلات. راح تكون ويانا النجمة اللبنانية فيفيان مراد، مثل ما تشوفون ويانا. فيفيان، هلا فيكي بأربيل. هلا فيك أنت. أنا مبسوطة اليوم بهالانترفيو ومبسوطة أني شفتك صار لي فترة، بس صح. ما معودة أول مرة بدي حاور مثل واحد جاي على الاستجواب. استجواب عامل مشكلة وجاي تحققون وياه. مبروك البروجرام، ثانك يو فيفيان. هيك فيوز كثير حلوة لأنه هيك فيه شيء سبيسيال يعني. ثانك يو. أنت مستعدة نبدأ؟ مستعدة للامتحان هسه. للامتحان. يلا تفضل. إذن هاشتاك 23 مع النجمة اللبنانية فيفيان مراد. أول سؤال، من هي فيفيان مراد بثلاث كلمات؟ شفت الواحد يحكي عن حاله. أوكي، مطربة لبنانية عربية. حالتك الاجتماعية؟ عزبة، الكل بيعرف. شو سبب عدم زواجك؟ بعدني ناطرته يجي على الفرس. في مواصفات معينة؟ لا، ما أكيد يعني بده يكون إنسان مثقف، ذكي، كريم، up to date، مش طاقة كتير قديمة يعني، موضة قديمة. أوكي. عدا الجنسية اللبنانية عندك غير جنسية؟ لا. تتمنين تاخدين جنسية معينة؟ إيه، بحب الجنسية الإماراتية. الإماراتية. من شنو تخافين من الحياة؟ بخاف خسارة الأشخاص اللي بحبهم. إذا ما كنتي غنيتي أغنية الأيام، هل كنتي رح تكوني فيفيان مراد اللي نشوفها حاليا؟ لا، لأن أيام كانت انطلاقتي وخلتني فوت على كتير من البيوت العربية يعني. أيام في العمر ما بتعديش، نفضل فاكرين هالسنين وسنين، مسافات وفرقنا ما بينسيش، مهما تمر الأيام فاكرين فاكرين. رفضتي أغنية واشتهرت من بعدك واندمتي عليها؟ لا. عم تسألني إذا صار هيك هالشي؟ لا. إذا صار مثلاً إجاكي عرض أغنية ورفضتي أنتي ومن بعدها غنى غير فنان واشتهرت الأغنية؟ لا. أوكي. أكبر أجر أخذتي في حفلاتك؟ كمان شو هالأسئلة؟ أعطينا الرقم. لا، عيب الواحد يحكي هيك. أجرك إذا فينا نقول مثلاً؟ أو كم؟ في عرس بالإمارات. فيك تقولين أكبر مبلغ أخذتيه؟ 50,000. أوكي. هو كان بعرس بالإمارات. بالدولار أكيد. إيه دولار. إيه. Yeah. الفن تعبك؟ ليك بدي أقول لك شغلة، الفن معروف إنه متعب، قد إيه حلو متعب، بس أنا بالنسبة لإلي هيدا التعب مبسوطة فيه وشي بحبه، it's my passion يعني، والرب عطاني هالنعمة الحلوة مبسوطة يعني فيها، ماني زعلانة. مقابل شنو ممكن تعتزلين الفن؟ مش مقابل شيء وما رح أعتزل الفن. يعني مستحيل. معكم مستحيل. فيفيان مراد، أي فنانة تشوفينها منافسة لك؟ كل حدا، كل فنانة ناجحة وصوت حلو وصيتها حلو ومطلوبة بالحفلات أكيد منافسة، وعلى قلبي مثل العسل. حلو. أعطينا اسم يعني. بالساحة اللبنانية أنا بكل تواضع من بنات جيلي يعني عم بحكي، مش عم شوف هالبنات اللي عم تنافسني أبدا يعني. أنا يعني تينا بارون فينا نقول؟ بكل ثقة الحمد لله، وبشهادة الجمهور والحفلات والتورات اللي بعملها واللي بسافرها والجمهور اللي صرت يعني موجود وين ما كان بالعراق، إن كان بتونس، إن كان الجاليات العربية بأوروبا، صح، بكندا، بأمريكا، الحمد لله كان ببلدي، وإن كان كمان بسوق الأعراس اللي أنا موجودة فيه. أوكي. صرحتي قبل أنه أنت بعيدة عن المخالطة، ممكن نعرف مثلاً منو صديقك المقرب أو من هي أو هو الشخص المقرب لفيفيان؟ قصدك بالوسط الفني؟ بالوسط الفني وخارج الفني.
بالوسط الفني في صديق قريب كثير لقلبي وائل جسار. وانا وياه يعني عن جد عن جد اصدقاء واخوه. خارج الوسط الفني اكيد عندي اصحاب، عندي صديق شاب ومدامته يعني كثير اصحابي. شفناكي بتجارب الديو مؤخرا هم اذا نقدر نقول صح. هل في فنان معين حابه تسوين او تعيدين التجربه وياه؟ شوف كديو. انا عملت ديو جزائري انا وديدين كانون ونجح كثير يعني 8 ملايين باول شهر. هلا بحب اقدم ديو انا وحسين الجسمي او انا وائل جسار. شنو هو هدفك لغنائك لدول معينة مثل العراق ومثل مصر؟ أعتقد غنيتي قبل ومسوية كليبات هم. شنو هدفك بالموضوع؟ هدفي مش قصة موضوع هدف أو انتشار، أصدق مش غلط الانتشار، بس الفكرة تطلع من محبتي لهالعالم، محبتي للشعب المصري من وراء أغنية أيام يعني على كل الموبايلات وبحبوني كتير. فحبيت هيك لفتت محبة للشعب المصري، كانت أغنية مصر عظيمة. بعدين أغنية يا عراق كانت للشعب العراقي. ما تسألني ليه بحب الشعب العراقي، هيدي ما عندي جواب، بموت فيهم لأنه كتير بحب الشعب العراقي. زين، ما دام غنيتي للشعب العراقي بشكل عام، هل في المستقبل راح نشوف النجمة فيفيان مراد تقدم أغنية بالكردي للشعب الكردستاني خاصة؟ لكن الموضوع مش براسي لهلا، بس إنه إذا هيك سمعت غنية حلوة واي نوت ليه؟ يعني ممكن نشوف. ممكن. أوكي. بس هلا ما في بلان يعني. أوكي. شنو هو الشيء اللي لفت نظر النجمة فيفيان مراد بكردستان؟ شنو هو الشيء الحلو اللي مميز يعني شفتي هنا؟ يعني على قد ما طلعت خرجات كثير كانت قليلة. زين، على قد ما شفتي أنت. البلد يعني بتطور حلو وبتحس هيك في وجه حضاري فيه نظيف وبيحبوا الفن يعني، وبيحبوا الفنان اللبناني كمان كثير. من بتعرفين من الفنانين بكردستان؟ هل تعرفين أحد منهم؟ عن طريق أغنية حبيتها سألت عن صاحب الأغنية، قالوا لي اسمه بلانت إبراهيم. الفنان الكردي بلانت إبراهيم، تحياتنا له. صح، قلت اسمه بلانت إبراهيم. غنية بتقول خد زانيت كاس شند شوي غريبا، خد زانيت غريب يا ويت البرينم ها قلبا جيري من با خد زانيت. عش صوتك بالكردي يا كتير حلوة هالغنية. فيفيان مراد أفضل مغني عراقي، اسم حرام عليك، في مغنيين كتير حلوين يعني. المغني مثلاً أنا بالنسبة لإلي حاتم حبيب قلبي، لأنه بحرك كتير هيك بأحاسيسه بمويله بفنه. وبحب ماجد المهندس كمان. بين الفنانة شبا حسون والفنانة رحمة رياض، لا أنا أفضل مطربة عراقية؟ لا ما تسألني هالأسئلة، كلهم حلوين كلهم بغنوا. أنت كفيفيان مراد أي صوت يعجبك أكثر شيء؟ لك أنا بميل لرحمة يعني، ورحمة هيك نجاحاتها هيك مهضومة هالأيام حلوة، ويمكن ضواي يمكن أكثر هالأيام. يعني نقدر نقول أفضل مطربة عراقية رحمة رياض. ما تحياتنا كمان على شذا، بس رحمة يعني عم تخيرني، رحمة هالأيام ضاوي أكثر وصوتها حنين كمان هيك بقريب لقلبي. تحياتنا للنجمة رحمة رياض وللنجمة شذا حسون. أي فنان أو فنانة واصل نجوميته للعالمية عربيا؟ قصدك عربيا؟ صح. انا بحس ناسي عجم. صح، عالمية صارة يعني، بحس في كتير جاليات بتحبها، وكمان اليسا مسموعة اغنيتها كمان. صرحتي قبل انه انت مو مستعدة تضحين على مود الحب، انت فشلتي بتجربة ما في الحب؟ لا فشلت ولا شيء. انا بدي اقول لك، اللي بده يجي يحبني بده يحبني مثل ما انا، بده يحب اللي انا بحبه بس. يعني الحب ما بيستاهل تضحية؟ ليه بدي ضحي انه؟ ليه بدي يحب واحد ما بده يحب فني؟ نجمة بحجم فيفيان مراد بنجوميتها كلها، ليش تحرم جمهورها بالتفاصيل بالسوشيال ميديا؟ يا الله، ما رح جاوب، ما بدي جاوب. الجمهور من حقه، ترى هالسؤال جايني يا اخي. انا ما بحب السوشيال ميديا كتير،
يعني حتى السوشيال ميديا عندي كتير محصورة بفني بشغلة. بس السوشيال ميديا مو صايرة منصة عالمية مثلاً وكل حدا. منصة عالمية فيك تحط عليها اللي أنت بتحب العالم تشوفه فيك. أنا ما بحب أشوفه حياتي الشخصية، ما عندي وقت ولا عندي خلق ضل قرقر 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 كل النهار. Not me، مش أنا. أوكي. النجمة فيفيان مرار، كنتي معنا بهاشتاج 23. أنا بدي أسألك شيء. أوكي. بدي أسألك بأنه هيدا البروغرام ليه سميته هاشتاج 23؟ هاشتاج 23 لأنه برنامج مشروعي التخرج هو. هاشتاج 23 هاشتاج أكثر رمز بالسوشيال ميديا يستخدمونه 23 أو 23 هي عدد أسئلتنا. أوكي يلا إن شاء الله 2022 تكون فاتحة وبادرة خير ل 23 وتكر المسبحة تكر السبحة مثل ما بتقولوا على نجاحات حلوة يا رب، وتمنى لك الخير، بتمنى الخير لهالبلد الحلو للعراق بأكمل وجه. وإن شاء الله دائماً أربيل جمعتنا على الحب. هابي فالنتاين فيفيان مراد. زين مثل ما شفتوا كانت ويانا النجمة اللبنانية فيفيان مراد بهاشتاك 23 أو هاشتاك بيستوسي بالكردي. تابعونا بالحلقات الجاية. تحياتي لكم، أنا داريان سعيد.